جماعة النضال ما يحبش وجامي يحبس، لأن النضال مبدأ، نضال ضد الظلم، نضال ضد الاستعمار، نضال ضد القهر، نضال ضد التعسف، نضال ضد التجهيل، نضال ضد التفقير. النضال ما يحبش لأنه معركة أزلية. أنا ما نحبش كلمة جهاد هذيك، بس كلها ما عندها معنى، بولحية رخصوها رجعوها ما تسواش. دونك نستعمل كلمة نضال. دونك الإنسان يناضل في شتى المجالات، كل واحد يقدر يناضل على المستوى نتاعو بيان سور، بلا ما يحط روحه في التهلكة، لأنه وضعية المجتمع نتاعنا حاليا الله غالب. المجتمع نتاعنا تعلم الانتهازية وتعلم الأنانية، مجتمع أناني يخمم غير في راسه، يقول لك نسلك راسي ويكرفيه الآخرين، ويضحك يعود جاره في الميزيرية والله حاصل، يقول لك شت أنا أمواني خير منه. لا لا ماكش خير منه، منين جاز هو جوز نتاع. دونك هذا الميليتانتيزم. لا ريفوليسيون الناس اللي تقول راه حتجي الثوره، حتجي الثوره، ما كانش ثوره تجي تهناو، لا كان جات راه حتجي ثوره تجي عانين، ناس راحين يخرجوا ربما على الشهريه، ربما على الخبز، ربما على الزيت، ربما على شي با. اون توكا سكي سير جامي سمعت في الجزائر الناس خرجت دارت قراب على الدول مدرح والدول اللي ما كانش. باش تعرفوا لاي درجه الشعب نتاعنا رجعوه بدائي، ودرك نحكموا عليه انه شعب بدائي جدا، يشكي من الخبز بصح ما يشكيش من الدواء. دونك شعب تاع كرشو، يشكي من العنوسة وما قادرش يتزوج وما عنديش لافنير. كي تقول له واش هي لافنير، يقول لك نتزوج وندير السكنه. دونك مجتمع بدائي، زوجو وكلو هذاك هو لو بونور عنده. مجتمع بدائي، عقليه بدائيه، ما تسناوش ثوره من الناس بدائيين. البدائي هذا لازم يرقى الى مستوى انسان متحضر، اللي يبدا يطالب بالحقوق نتاعو على اساس انه انسان متحضر. انا ما توكلنيش الخبز والخرشف وتبني لي كاريه، انا نحب نعيش في بلادي حر متمكن من العمل باش انا نحقق الاهداف نتاعي، وناكلها ستاك ولا ناكلها كارنطيطه شغلي، نسكن في باطيما ولا نسكن في فيلا شغلي حسب مقدوراتي، ماشي انت اللي تصدق عليا، مانيش دجاجة في السجنة. فوالا. دونك لا ليت تبقى اصحاب العقول، اصحاب الافكار. كي نقولوا اصحاب العقول يا جماعه ما تروحوش قال اوقاري، راكم عندكم وزير التجاره مثلا قراو ما فهمش داب. نو، اصحاب العقول هي المواطنين اللي البصر نتاعهم والبصيره نتاعهم مفتوحه، يعني عينيه يشوفوا، قلبه يشوفوا، مخه واعي بالامور. تقدر عمره ما دخل المسيد، جامي راح ليكول، بصح عنده وعي سياسي، عنده وعي ميداني، عنده تساؤلات جوهريه يحوس لها على اجابه. هادو هما الناس اللي تشجع الوعي وتخلي الانسان يخرج من الدرجه تاعو البدائيه، يعني درجه اولى تاع هو استوما وجهاز تناسلي، يخرج منها ويولي انسان عنده فكر وعقل. حاليا راكم معده وجهاز تناسلي، ان استوما اي ان اباري دو ريبرودكسيون، وربنا ولك الحمد، باسكو محال، مستحيل مستحيل حكومه كيما هذه تحكم شعب واعي والله عنده في الراس، ما يقبلهاش ما يقبلهاش. لكن عندنا معايير نشوفوا فيها في المجتمع على غالب، كي يعودوا الطلبه يقول لك امير ديزاد صحفي حر، هادو واش قاعدين يقراو؟ جامري بيان نتلاقى ونتحاور مع طلبة حقيقيين في الجزائر يطلعوا لي المورال، طلبة اللي يقبلوا أنه الشيخ يعطيه لانوت بالرشوة وبالتيبة، والطالبة اللي تقبل أنه الشيخ يعطيها لانوت en contrepartie de 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 vous savez de quoi je parle. هادو ماشي طلاب، هادو مافيا، هادو مافيوزو، هادو قاعدين ينطريني وبهي وليوا مافيات في المجتمع. واش تسنى منه هذا غدوة كيعود إطار ويحكم منصب؟ واش تسنى منه هذا في البيبر ورضع الفساد؟ واش تسنى منه؟ الشيخ بغل منتن كان يصرف يجر في رجليه في الجلفة، دار زوج في الزاوية، قرأ شوية عربية وطلعوه من الجامعة الليلية، دوكا ولا سيدي أستاذ محاضر.
تسناو منهم هذو. هذه وضعيتكم شعب الجزائري، شعب حاليا في وضعية بدائي، شعب بدائي، شعب بدائي يعني الغرائز نتاعو فقط، الغرائز نتاعو فقط. بيان سور شعب بدائي، وزاد عليه قال له سيدي مليح، وزادوا الهواء والريح، زاد عليه التبهليل والتمربيط نتاع بولحيه منا والزوي منا والجنون منا والسحور منا وخمجت. فوالا لا ريفولوسيون دونك ما تسناوهاش يا جماعه. لا ريفولوسيون تجي من عند شعب واعي، واعي انه لازم يدير ثوره سياسيه. الشعب اللي ما قدرش يفهم باللي الثوره السياسيه تيجي من هيكله سياسيه او تبني جماعه قياديه سياسيه، والنضال بخارطه الطريق يتعهد بها الشعب مع القياده اللي اختارها الشعب، مازال الشعب اللي ما عرفش يضغط على ار الجيري ويجيب الحقوق نتاعو ويجري قدام اوبيرا باه يدي البي وهم سارقينه من قبل، ما نعتبره الشعب، نعتبره جايح. سرقوك من قبل وزايد رايح تجري ليهم باه تشري ان دوزيام بي، لا وين رايح؟ رايح للجنه. فهمتش؟ ما قدرتوش تريزيستي وكونتر الارجي وديروا لها ان غران بويكوت وتاتاكيوها في لا جوستيس. لا دام دارت لكم ان كوليكتيف pour prendre un cabinet d'avocat spécialisé flyerien ou transport. لا حياه لي من تنادي، ذوقوا فلن يزيدكم الا عذابا. دونك tout ce qui vous arrive سامحوني vous le méritez. برك برك نهضر على العموم، باسكو الناس اللي ملاح انا قلت لهم اللي قادر يهرب من البلاد غير يهرب، غير يقلع، اللي قادر يقلع يخرج، وما يخرجش راه غلط، فريمون راه غلط. لانه شوفوا الناس المربيين ولات الفاميليا والناس اللي حابين يقريو ولادهم، ربي يحفظكم ان شاء الله، تجي امكانيات عبر انترنت باش ولادكم يقراو ويخرجوا والله، ما راحين تلقاو رواحكم بين زوج حوايج يحرقوا لتحت، مافيا الحومات ولا دروغ والقتيلة غدوة الاختطافات والتشيكير، من الفوق نظام فاسد مفسد ضاغط مستبد. على هذه قلت لي قادر يخرج وما يخرجش وغلط. برك زيزو وراقن تضحيات على واه، تضحية فهمني، تضحيات على واه. الشعب الواعي اللي يقوم بثورة يقبل التضحية، بصح عندك شعب ما فاتش المعدة والسليب، واش من تضحيات؟ تضحي بالأخيار باسكو هما اللي حين يكونوا في الصف الأول باش يقعد الخماج داريار